يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العلماء يقول قد يؤجر فاعل البدعة لحسن قصده ونيته، فهل هذا الكلام صحيح؟ قد يكون له وجه، وذكر شيخ الإسلام شيء من هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، لأن حسن النية عمل، عمل قلبي يؤجر عليه، لكن لا يؤجر على البدعة وعلى عمل البدعة، يؤجر على عمل قلبه فقط ولا يؤجر على البدعة. نعم.